كيف تنجو من الصاعقة؟ إذا كنت في وسط حقل واسع أثناء عاصفة رعدية، أي الأزياء الآتية يمكن أن يوفر لك الحماية؟ بذلة غطس سميكة؟ أم زي سوبرمان؟ أم درع فارس من العصور الوسطى؟ أم التجرد من ثيابك تماماً؟ إذا كانت إجابتك هي درع فارس من العصور الوسطى، فقد يقال إنك مجنون، لكنك ستكون محقاً أيضاً. بالطبع سيقال إنك مجنون لأن احتمال إصابة صاعقة البرق للمعدن أرجح من إصابتها للمطاط أو القماش أو الجلد العاري، والسبب وراء ذلك هو أن صواعق البرق ما هي إلا تيارات طويلة من إلكترونات سريعة التدفق تبحث عن أيسر طريق للانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، وما من مادة تستخدم في الحياة اليومية توفر طريقاً أيسر للإلكترونات من المعدن. إذن لماذا توفر لك الحماية؟ مادة تجذب صواعق البرق أثناء عاصفة رعدية. المفارقة هي أن ذلك يرجع إلى نفس سبب اجتذابها البرق في الأساس، فالمعدن موصل ممتاز للكهرباء، والإلكترونات تنزلق بسهولة فائقة على المعادن بحيث تكاد لا تنفذ من السطح. وإذا تصادف أن تحرك تيار كهربي فوق وعاء معدني أجوف مثل علبة صفيح أو صندوق أو حتى درع لفارس، فإن التيار لن يصل إلى داخل الوعاء. يطلق علماء الفيزياء على هذا النوع من الأوعية قفص فاراداي أو بذلة فاراداي في حالة الثوب ذي النسيج الفولاذي الذي يرتديه عمال التمديدات الكهربائية الذين يتعاملون مع أسلاك كهرباء عالية الجهد. والحقيقة أن سيارتك مثال من الحياة اليومية على قفص فاراداي، حيث إنه على الرغم مما قد تكون سمعته عن الإطارات المطاطية، فإن الهيكل المعدني المغلق الذي يحيط بك هو الذي يوفر لك الحماية، إذ يوجه البرق حولك وليس عبرك. وبالطبع إذا كنت بعيداً عن سيارتك وعلقت في حقل مكشوف أثناء عاصفة، فإن فرص وجود درع فارس من القرون الوسطى أو بذلة عازلة للكهرباء عالية الجهد في متناول يدك ستكون شبه منعدمة. وفي هذه الحالة سواء كنت عارياً أم مرتدياً زياً، فإن جسدك للأسف يكون موصلاً أفضل للكهرباء من الهواء والتربة على حد سواء، ومن ثم فإنه يوفر طريقاً مختصراً ممتازاً للتيار المتنقل. إذا وقفت منتصباً فستكون أسرع طريق لصواعق البرق الهابطة، وإذا استلقيت على الأرض فستكون أفضل ممر للتيار الساري على الأرض من صاعقة قريبة. إذن أفضل شيء يمكن أن تفعله هو أن تجلس القرفصاء وتضم قدميك. اتخاذ وضع القرفصاء بديهي، لكن الشيء المهم بالقدر ذاته هو أن قدميك حينما تكونان متلاصقتين فإن ساقيك لا تمثلان طريقاً مختصراً جيداً لانتقال التيار من النقطة ألف إلى النقطة باء. وحتى إن كانت قدماك أفضل ممر للبرق فعلاً، فحين تكونان الشيء الوحيد الملامس للأرض سيمر التيار على الأغلب من ساق إلى الأخرى دون أن يمس الأعضاء الحيوية كالقلب، وهو الشيء الذي لم تستطع هذه الأبقار تجنبه. لكن في الحقيقة أفضل ما يمكنك فعله هو أن تتجنب الصواعق كلها وتتوجه إلى مكان مغلق عندما تبصر عاصفة تلوح في الأفق.